قيس المرشد. أهلا بكم. عشرات الشخصيات وربما المئات تعاقبت على إدارة الحكومات المحلية وهيئات الاستثمار منذ سنوات طوال في محافظة بابل، بيد أن التغيير الاستثماري الذي من المفترض أن يطرأ على هذه المحافظة وأبنائها لم يكن بمستوى الطموح لحد اللحظة. نتعرف على أبرز المشكلات التي تعيق عملية الاستثمار في محافظة بابل وبقية المحافظات العراقية بعد أن نتابع هذا التقرير. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجاً. الاختيار الأفضل هو الوطني. كثيرة هي الفرص الاستثمارية التي منحت لشركات مختلفة لإقامة مشاريع في محافظة بابل، والتي بلغت أكثر من 176 إجازة استثمارية، 19 إجازة منها لشركات أجنبية والبقية لشركات عراقية. تنوعت هذه المشاريع الاستثمارية في مجال الزراعة والصناعة والترفيه والتجارة بكلفة إجمالية تجاوزت الملياري دولار. عدد من هذه المشاريع وخاصة في مجال الصناعة والزراعة حقق اكتفاء ذاتيا من المنتج الوطني كمعمل ثرمستون والدواجن ومشاريع الأسماك، لكن المحافظة لم تزل بحاجة ماسة إلى مشاريع استثمارية استراتيجية وخاصة في القطاع الزراعي والسكن وغيرها. فيما يعاني قطاع الاستثمار في بابل من عدم تعاون الجهات الحكومية المالكة للأراضي وخاصة البلدية والبلديات وغيرها، وهذا ما يقوض الجهود الساعية إلى عرض الأراضي إلى الاستثمار ويصعب على المستثمرين الحصول على أراض صالحة لإقامة مشاريع استثمارية عليها توفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، فيما يفسح عدم تعاون الوزارات المالكة للأرض المجال لجهات أخرى لابتزاز المستثمر العراقي وحرمان المستثمر الأجنبي من الحصول على فرصة استثمارية من أجل المنافسة من جهة وجلب الأموال من خارج العراق واستثمارها داخل محافظة بابل، ناهيك عن معاناة أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية التي تفتقد اليوم كثيرا إلى الدعم والحماية وتسهيل الإجراءات. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أما ضيوفي لهذه الحلقة فهم أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، ورحب أجمل ترحيب ضيوف الكرام، وأبدأ مع رئيس هيئة استثمار بابل السيد محمد جاسم زقة. مرحبا أستاذ محمد. مرحبا بكم أستاذ الفاضل. بداية أستاذ محمد، هل هناك ما يميز محافظة بابل استثماريا عن بقية المحافظات العراقية؟ تتميز محافظة بابل بكثرة المشاريع الصناعية اللي فيها نسبة إلى باقي المشاريع الاستثمارية، إذ يصل مجموع كلف المشاريع اللي ممنوحة رخص استثمارية الداخلة في التشغيل التجاري قرابة 593 مليون دولار من أصل 715 مليون دولار، هو إجمالي كلف المشاريع الاستثمارية الكلي اللي داخلة في التشغيل التجاري. وهذا الأمر بصراحة يعني يدعونا إلى أنه ندعم هؤلاء المستثمرين و ندعوهم إلى تحقيق المزيد أو إنجاز المزيد من المشاريع الصناعية الأخرى. أيضا هناك لابد من الإشارة إلى أن بعض هذه المشاريع حققت اكتفاء ذاتيا في البلد،
لا بل قسم منها يعني مثالا شركة الواحة لإنتاج يعني المشروبات الغازية في سنوات الماضية صدرت بعض منتوجاتها إلى الأردن. طبعا هذا مو طموحنا، طموحنا أكبر من ذلك بكثير. طموحنا أن يلامس الاستثمار حاجة المواطن العادي، وهناك تجارب نعمل على إنجازها بإذن الله تعالى، هناك مجموعة أفكار نعمل على تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أهلنا في محافظة بابل. لكن البعض ينتقد محافظة بابل أستاذ محمد جاسم من حيث يعني أنها لم ترتقي لحد اللحظة على مستوى طموح المواطن البابلي، أو بالأحرى كمحافظة مهمة من محافظات العراق من حيث تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية. أستاذ الفاضل، هناك معوقات في مجال الاستثمار. نعم، أنا أتفق مع القائل أن الاستثمار لحد الآن لم يلبي الطموح، لم يلبي طموح المواطن. نحن كجهة قطاعية، جهة يعني هيئة استثمار، نرى أنه ما قدم لا يرتقي إلى مستوى حاجة المواطن في محافظة بابل. محافظة بابل من المحافظات اللي فيها كثافة سكانية عالية، عدد سكانها يقارب 2,175,000 نسمة تقريبا لحد الآن. إذا تحدثنا عن إحدى هذه الأمور، عن إحدى أهم الأمور اللي المفروض تقدم إلى المواطن، هو موضوعة السكن. اليوم عندنا حوالي 98,000 وحدة سكنية عجز بحسب إحصاءات مديرية التخطيط اللي مرتبطة في، طبعا التخطيط اللي مرتبطة بوزارة التخطيط في بابل. هذا الأمر يحتاج إلى أنه نعمل بجد على تحقيق يعني ما يسد هذا العجز، وبالإضافة إلى ذلك أن نفكر في 10 سنوات قادمة. إذا حسبنا عدد سكان المحافظة وفقا لزيادة سكانية 2.8%، يكون هناك حوالي 700,000 نسمة زيادة في بابل، وبالتالي يصبح العدد الإجمالي لسكان المحافظة 3 ملايين. اليوم الدولة عاجزة عن توفير الخدمات، فيما إذا لو المواطن راح باتجاه أنه ينشئ مساكن سواء بشكل عشوائي في المناطق الزراعية، أو حتى إذا كانت الدولة قد وفرت قطع أراضي للمواطنين لأجل توزيعها كأراضي سكن، راح تكون كل الدوائر المعنية بتقديم الخدمة هي عاجزة عن توفير هذه الخدمة. لأنه اليوم احنا عندنا مدينة الحلة مثالا لحد الآن، يعني قبل أسبوعين يلا أقر موضوع تنفيذ مشروع المجاري، فكيف فينا بعد مضي 10 سنوات ويكون عندنا عجز حوالي 240,000 وحدة سكنية؟ إذن لا يوجد حل سوى الاستثمار في قطاع السكن، الاستثمار الذي يراعي حاجة المواطن. إحنا اليوم 80% من موظفي الدولة العراقية رواتبهم دخلهم ما يزيد عن 800,000 دينار بالشهر، بالتالي يفترض أنه الاستثمار السكني يوفر وحدات سكنية بحدود لا يتجاوز القسط فيها 240 أو 250 إلى 350,000 دينار. هذا الأمر إحنا نعمل على تحقيقه بالتنسيق مع ديوان المحافظة السيد المحافظ. هناك 2000 دونم بالإضافة إلى مساحات أخرى نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، من أجل تحقيق أو على أقل تقدير تقليل العناء على المواطن وتوفير وحدات سكنية تليق بسكان محافظة بابل، إضافة إلى توجهنا نحو يعني الترتيب أوراق مشروع المدينة الصناعية في الإسكندرية. نتحدث لاحقا عن المشاريع تباعا أستاذ محمد، لكن نعم. دعني الآن أنتقل إلى ضيف الآخر. نعم سيد. وأرحب به مرة أخرى، الخبير في قطاع الإعمار والاستثمار المهندس رائد الرحماني. مرحبا أستاذ رائد. مرحبا أستاذ رائد. يعني إذا كانت بابل أو بقية المحافظات أو بعض المحافظات لحد اللحظة غير قادر على يعني إدارة المحافظات استثماريا، ربما بسبب بعض المشكلات المتعلقة مع المركز، بعض المشكلات المتعلقة مع بعض الوزارات، لكن المحافظات باقية على ما هي عليه. أعتقد نسبة الاستثمار في عدد كبير من المحافظات ربما لم يتجاوز 20-30% من احتياجات المحافظة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأستاذ مهندس محمد زقم، وشكرا للأستاذ قيس. في الحقيقة أكو مشكلة عامة اللي هي سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار في العراق. أكو نقاط أساسية التي تجذب كل مستثمر وكل رجل أعمال سواء محلي أو إقليمي أو دولي للعمل والاستثمار في العراق. يجب أن نحل. العراق اليوم يحتل المرتبة 172 من أصل 190 دولة في سهولة ممارسة الأعمال، حيث هنالك صعوبة وعقبات كثيرة تواجه أي شخص أو أي شركة أو أي مستثمر يعمل في العراق.
ومنها مثلا موضوع تأسيس الشركات وتصفية الشركات، عندك الحصول على رخصة البناء، عندك الحصول على الكهرباء والماء والمجاري، الحصول على مثلا في بيع وشراء العقارات، الإجراءات التي يمر بها المستثمر من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، موضوع الحصول على التسهيلات المصرفية، موضوع المنافذ الحدودية إذا كان المستثمر في مجال الصناعة. فيجب معالجة هذه المشاكل، والمشاكل كلها مشخصة ومعروفة الدوائر التي تعاني منها. لكننا نواجه أنه سياسة الحكومة من أجل أن تحل مشكلة العجز طلبت من الدوائر أخذ ضرائب أكثر من القطاع الخاص وفرض رسوم إضافية. طبعا هذا ينعكس سلبا على بيئة العمل والاستثمار. العراق يعاني من بطالة كبيرة، البطالة الكبيرة لا يمكن حلها إلا من قبل القطاع الخاص، والقطاع الخاص يحتاج أن تحل كل مشاكله حتى يكون سهولة ممارسة الأعمال جيد وليس صعب. فيجب معالجة هذه النقاط كلها من أجل الحصول على بيئة صالحة للعمل والاستثمار. زين. كذلك في رأيي أنه يحتاج إعادة هيكلة للهيئة الوطنية للاستثمار مع المحافظات. أكو هناك اليوم بيروقراطية كبيرة في الهيئة الوطنية للاستثمار بسبب تغيير الإدارة. كان هنالك الإدارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار كانت فيها مشاكل كثيرة، وحصلت موافقات استثمارية فيها يعني لغط كثير وغير مقبول اطلاقا لا من قبل رجال الاعمال والمستثمرين سواء في المنطقة في العراق او في خارج العراق. فيجب اعادة هيكلة واعادة النظر بهذا الموضوع. ممارسة الصلاحيات، اليوم معظم الصلاحيات المعطاة الى الهيئات نتحدث لاحقا عن صلاحيات الصادرات، لكن كنظرة من خبير في قطاع الاعمال والاستثمار، كيف تقيم محافظة بابل استثماريا في الوقت الحاضر؟ والله احنا طبعا هي مو بس بابل، معظم المحافظات مقصرة في موضوع الاستثمار، بس عندهم قلت لك اسباب رئيسية دا تعاني منها كل بيئة العمل والاستثمار. اذا ما تعالجها راح تظل كل القطاعات تعاني. يعني اليوم مثلا اليوم اي شخص يريد يعمل استثمار يعمل عقد استثماري، صيغة العمل صيغة العقد الاستثماري، اذا هذا العقد الاستثماري شروطه جيدة بحيث للطرفين سواء لهيئة الاستثمار والمستثمر مثلا ان يكون بانكبل يعني قابل للتمويل. اليوم كل العالم احنا مستثمرين بعدة دول، من نستثمر نحط جزء من المال بس رأسا يتصلون بين البنوك المحلية اللي موجودة ونسوي عقود وياهم، نقترض من البنوك، نشغل البنوك المحلية، نشغل شركات التأمين المحلية مالتهم، فأنا حاط جزء والبنوك لهم يعني تساهم بجزء، فأكو بيئة صالحة للعمل والاستثمار، فالكل مرتاحة بهالحالة. لأن يعني تعرف الريسك يحاول أن يتوزع، يعني هي مسؤولية مشتركة في العملية، العقد راح يكون وين وين الطرفين رابحة، يعني مو بس طرف واحد بس. اللي يصير مثلا خلينا نجي موضوع عقود الاستثمارية في مجال الكهرباء، يقول لك استثماري بس من تجي تدخل بالتفاصيل والشيطان يسكن في التفاصيل، هذه ليست عقود استثمارية. يسوي عقد استثماري ياخذ ضمان سيادي على الارباح مالته ل 15 او 20 سنة قادمة، والسعر اللي يبيعه بثلاث اربع اضعاف السعر العالمي، والوقود يزود من قبل الدولة. فتشوف انه هو على اساس استثماري الكلام حلو، بس من ندخل احنا بالتفاصيل نلقي اكو زيادة العبء المالي على الحكومات القادمة، لان هذه ضمان سيادي يلتزم الدولة بدفع المبالغ بثلاث أضعاف ثلاث أربع أضعاف السعر العالمي إلى المستثمري الكهرباء، واللي هو ما يحط ولا فلس من جيبه وبس يأخذ الضمان الضمان السيادي يروح يخصمه يأخذ عليه تمويل ومحط ولا فلس. وأكو مشاريع موجودة في العراق صرف عليها مليار دولار مثلا محطة كاملة، تعال باقي شيء بسيط ينطوه إلى مشروع استثماري ينطون ضمان سيادي، هذا مو استثمار، هذه اطلاقا غير مقبوله وتبعد المستثمرين تمام طارد الاستثمار بحاجة. تمام استاذ محمد جاسم، نريد نعرف من حضرتك الخارطه الاستثماريه الخاصه بمحافظه بابل بعام 2020 وما الاضافات لعام 2021 على هذه الخارطه. نعم الحقيقه هذه احد المعوقات. قبل قليل استاذ علي الجميلي في تقريره ذكر انه هناك عدم تعاون من قبل معظم الجهات القطاعية اللي تزودنا أو الجهات المالكة اللي تزودنا بالعقارات، واقعا هو السبب الرئيسي في اتهام الاستثمار ب يعني خلينا نقول
أو الإشارات على أنه الاستثمار فيه الكثير من الشبهات غيره هو بسبب عدم تحقق الخارطة الاستثمارية. واقعا أنه معظم الجهات المالكة لا تلبي كتب الاستثمار اللي إحنا عادة في بداية كل سنة يفترض أنه تزودنا الدوائر المالكة للعقارات بالأراضي اللي المفروض نضعها في الخارطة الاستثمارية حسب حاجة المحافظة بعد التخطيط و يعني المناقشة مع الحكومة المحلية والدوائر المالكة والدوائر القطاعية. نضع يفترض أن تكون هناك خارطة استثمارية بموجبها نعلن العقارات اللي تزودنا بها الجهات المالكة. واقعا هذا الشيء ما يصير لا في بابل ولا في باقي المحافظات، وهذه المشكلة الرئيسية في سبب تأخر الاستثمار. اليوم المواطن قد تكون لديه ثقافة أنه الاستثمار معني بكل شيء، إذا ذكر هناك مشروع استثماري يعني الاستثمار هو المقصر. واقعا الاستثمار لا يملك عقارات ولا يملك يد طولة على العقارات أو على المؤسسات المالكة للأراضي. نحن نطلب من الجهات المالكة للأراضي أن تزودنا بالعقارات المتوافرة لديها وننتظر رحمتهم. واقع الحال معظم المؤسسات ما تزودنا بخارطة استثمارية، وهذا للأسف يربك الوضع. نبقى يكون عملنا عادة على القطاع الخاص، يعني يأتينا مستثمر لينشئ مشروع على أرض تعود له أو الأراضي اللي أساسا عندنا هي اللي مستحصل عليها موافقة. إذن ماذا عن قرار الاستثمار أستاذ محمد، وماذا عن قرارات تحسين البيئة الاستثمارية التي أصدرت؟ فعل ما يعرقل الاستثمار منها، والجزء اللي يفعل الاستثمار مطلقا لم يراعى ولم ينظر له. يعني مثلا على سبيل المثال اللي فعل من عنده أنه يكون تعديل الإجازة الاستثمارية اللي كان هو من صلاحية الهيئات في المحافظات، يعني هيئات المانحة نفسها، أصبح حتى مو صلاحية رئيس الهيئة الوطنية، أصبح صلاحية لجنة وزارية يرأسها سيد وزير العمل ومشكلة من 5 وزراء بضمنهم رئيس الهيئة الوطنية. تخيل يعني أنت آني أمنح، من حقي أن أمنح إجازة أو رخصة استثمارية لمشروع معين، لكن ما من حقي أغير اسم على الرخصة، وما من حقي أغير كلفة، وما من حقي أغير اسم المشروع، اللي هاي التفاصيل البسيطة اللي هي أقل أهمية من عملية المنح. احنا بالنقاش مع الأخوان بالهيئة الوطنية، يعني السيد مدير عام القانونية، لديهم لائحة كاملة قدمت للأمانة العامة لمجلس الوزراء لأجل تعديل قانون قرار 245 تعديل البيئة الاستثمارية وبانتظار نتائجه. أيضا هناك ملاحظة مهمة ضمن هذا القرار، يعني لدينا في بابل 19 مشروع منحت رخص استثمارية على أراضي عائدة لعقارات الدولة مستحصلة عليها موافقات لجنة تخصيص الأراضي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. يعني خلص بعد ما عندنا فد مشكلة بالموافقات اللي بيها لحد الآن، وقسم منها مضى على منحة حوالي 9 أو 10 سنوات، لحد الآن لم توقع أي رخصة استثمارية، لم يوقع عقد أي رخصة استثمارية من هذه المشاريع من قبل وزارة المالية. نعم، دائرة عقارات الدولة. هاي المشاريع قيامها تقارب 500 مليون دولار، يعني نص مليار دينار نص مليار دولار، يعني حجم العمالة اللي ممكن توفرها، حجم المال اللي ممكن يتداول في السوق المحلي كبير جدا. وللأسف يعني احنا هسه لا نقدر نسحب إجازة لأنه ما مطابقة للمادة 28 من قانون الاستثمار، لأنه المستثمر غير ممكن ولا المستثمر يقدر يشتغل، وباقي القضية عالقة. رخصة استثمار احنا مسائلين عنها، وأرض الدولة باقية معلقة، والمستثمر معلق، وكل شيء معلق بسبب عدم البت بهذا الموضوع من قبل الجهة المالكة، علما أنهم موافقين مبدئيا على منح الرخصة الاستثمارية على هذه الأراضي اللي عائدة لهم. تمام أستاذ رائد، يعني وزارة المالية مالك العراق طول بعرض، وبنفس الوقت لا خليك ولا خلي رحمة الله تجيك، لا تطل الأراضي اللي تملكها للمشاريع الاستثمارية المستثمرين، ولا بنفس الوقت هي مقدمة فد شيء ومحدثة تغيير في الواقع الاستثماري. طبعا وزارة المالية يوم وزير المالية هو نفسه رئيس المجلس للاقتصاد، مجلس وزارة الاقتصاد بالحقيقة، ونائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصادية. موضوع تمليك الأرض موضوع جدا جدا مهم. ليش؟ إذا كان مستثمر أو كان مصنع مثلا على أرض زراعية، برأينا كقطاع خاص يجب تمليك هذه الأراضي بأسعار مدعومة إلى المستثمرين من أجل جذبهم، وإذا ما اليوم المستثمر إذا ما يشوف شيء مغري بالنسبة إليه ما يجي. فأني شلون أجذبه؟ أغريه بتعال أخذ هاي القاع
بأسعار مخفضة بس ألزمة مثلا بفترة محددة ضمن جدول زمن معين، جدول زمني معين أنه ينفذ المشاريع على شكل مراحل. إذا شفته مشى بالشكل مثل ما هو أول سنة مثل ما يقولك أملكه، وثانيا هو أشوفه راح يذب جزء من الأموال مالته. بالإضافة إلى ذلك إذا ملكت هي راح يقدر يجيب تمويل محلي أو إقليمي أو دولي، فبالحالة يعني هي كلها مرتبطة، شيء مرتبط بشيء. أنا ليش هي الأراضي كلها فارغة هسه تطلع من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، أراضي فارغة كليتها، بس من تريد تستثمر بها تصير عزيزة، يعني صار عزيزة. فموضوع تمليك الأراضي إلى المستثمرين وإلى المستثمرين سواء محليين أو دوليين ضروري جدا في مجال القطاع السكني أو القطاع الصناعي حتى القطاع الزراعي من أجل الحصول على التمويل اللازم من أجل الاستمرار وتشجيع المستثمرين بضخ مبالغ من عندهم وكذلك من البنوك من أجل تنفيذ هذه المشاريع. تمام أستاذ محمد، بعيد على حضرتك السؤال، يعني أريد أعرف الخارطة الاستثمارية، يعني كم مشروع تم تنفيذه في محافظة بابل عام 2020 وشنو راح يتم تنفيذه أيضا عام 2021؟ يعني عام 2020 صدرت في هيئة استثمار بابل، طبعا مستعاضة عنها بالهيئة الوطنية لأنه احنا ما عندنا كان مجلس إدارة، شكل خلال الأسبوع الماضي مجلس الإدارة، قرابة 20 رخصة استثمارية لمشاريع مختلفة متعددة يعني الأنواع، يعني قسم منها خدمي قسم منها تجاري، وطبعا هذه سابقة لأنه يعني هذا العدد قياسا بالعدد الإجمالي للرخص الاستثمارية في بابل 167 رخصة. يعني أنا باشرت مهام عملي نهاية أو بالأحرى بداية شهر الثامن 2019، لغاية الآن احنا عندنا 24 رخصة استثمارية صدرت من أصل 167 رخصة على مدى عمل الهيئة منذ تأسيسها ولليوم في مختلف المجالات. رؤيتنا للعام الحالي أنه نعمل باتجاهين، الاتجاه الصناعي وخصوصا في المنطقة اللي تقع ضمن حدود المدينة الاقتصادية في الإسكندرية اللي هي مجمع حطين سابقا واللي هو يقع على 20,000 دونم وفيه بقايا من بنى تحتية كانت سابقا مشغولة من قبل هيئة التصنيع العسكري، وهناك رؤية حقيقية من قبل السيدة رئيسة الهيئة الوطنية لأجل تنفيذ هذه المدينة وفق يعني تصنيفها كأهم مشروع استراتيجي صناعي في العراق. وأيضا لدينا رؤية باتجاه العمل على إنشاء مدن سكنية ضمن حدود محافظة بابل تكون متاخمة لمدينة الحلة لأجل سد النقص الحاصل في عدد الوحدات السكنية وكذلك توفير الخدمات وتقليل من كاهل الدوائر الحكومية وكذلك خدمة المواطن من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات. طبعا هذا الموضوع يتطلب تضافر جهود وقضية تكافلية تضامنية معنية بكل مفاصل الدولة، تتطلب تعاون من القطاع المالي، تتطلب تعاون من الدوائر القطاعية. نحن نعمل بكل جد وإصرار على أن ننجح في هذا المسعى، ويعني الباقي يعتمد على ما يعاوننا أو ما يساعدنا من مفاصل أخرى في الدولة العراقية. أيضا هناك يعني بمباشرة المجلس الإدارة في هيئة الاستثمار ستكون تسهيلات كبيرة للمستثمرين اللي ندعوهم من خلال منبركم من خلال برنامجكم سواء مستثمرين محليين أو أجانب للاستثمار في هذه يعني هذا التوجهين هؤلاء. وكذلك نتمنى يسمعون هذه الدعوة، لكن بنفس الوقت نتحدث عن التسهيلات اللي راح تقدمها حضرتك للمستثمرين، لكن بعد أن نتابع موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم اسمحوا نضيف الكلام. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا، الاختيار الأفضل هو الوطني.
هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، عبد الله ضيوف في الاستديو رئيس هيئة استثمار بابل السيد محمد جاسم زقم والخبير في قطاع الإعمار والاستثمار المهندس رائد الرحماني. مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام. أستاذ رائد، أدري تأخرت عليك شوي لكن دعني أسأل أستاذ محمد. أستاذ محمد، شو التسهيلات اللي راح تقدمها كرئيس هيئة استثمار للمستثمرين، وهل هناك تغييرات حدثت من حيث تقديم هذه التسهيلات مقارنة بالسابق؟ يعني حتى نكون صريحين جدا وشفافين أمام الناس، استاذ رائد يمكن كونه مستثمر يعني قريت صيد لك استاذ رائد. لا هو واقع حال، احنا ما عندنا، احنا فريق عمل واحد اليوم، المستثمر مع هيئات الاستثمار، ينبغي ان نكون فريق عمل واحد من اجل خدمه الاقتصاد والمواطن. مفروض ان شاء الله. اهم نقطه يخشاها المستثمر لما يراجع هيئات الاستثمار هي الابتزاز. الابتزاز صحيح، اكيد. يعني احنا هذه اهم ما نراعيه، انه نحمي المستثمر من ان يبتز من قبل يعني متعلقين المهنيين. يعني هذا الأمر، يعني أنا من شاشتكم أتعهد بهذا الأمر سابقا ولاحقا، لم ولن نسمح أنه تكون بابل نافرة للمستثمرين بسبب هذا الموضوع. تقدر تقاوم الضغوط اللي تجيك من مسؤولين كبار من بعض الأحزاب؟ والله نعمل بكل ما نستطيع من أجل، لأنه هذه ذمة اليوم المسؤول من يقعد أو المعني مكلف بوظيفة عامة أو بمنصب معين، هو ما قاعد خالد في منصبه، ينبغي أن يكون مخلص، وينبغي أن يكون ضميره هو الحكم عليه قبل كل الاعتبارات الأخرى. طبعا. نعمل بكل ما أوتينا لتذليل الصعوبات على المستثمرين مرة من أجل المستثمر لكي يقدم أفضل خدمة، ومرة من أجل المجتمع، لأن المجتمع بحاجة للخدمة اللي يقدمها هذا المستثمر. تمام. كثير من الأمور ممكن ينحرم من عدها المجتمع بسبب مثل هكذا أمور. أكيد أكيد. نعمل بكل ما أوتينا على أنه نحمي المستثمرين من هذه العملية اللي هي القضية رقم واحد. أكيد. في قاموس المستثمر لدى مراجعته لمؤسسات. يعني هسه اللي يجي البابل ما يبتز؟ ان شاء الله ما يبتز، لم ولن يبتز. لا طالما انا موجود. حضر لي مشروع لي يا استاذ. احنا انت رجل اعلامي، نسوي لكم مدينه انتاج اعلامي. هذا الموضوع يعني من المتمنيات اللي نتمنى ان نحققها في بابل. ان شاء الله. من باب المحافظه، ما هي مدينه للفن والتراث والحضاره. البارحه كانوا يمنا الاساتذه مجلس الامناء الشبكه بزيارة، يعني كانت مفاجأة بصراحة، شرفنا بهم وكنا بحديث بهذا الموضوع. نتمنى أن تكون بابل مقر هذا الموضوع إن شاء الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بس خل أرجع لأستاذ رائد. أستاذ رائد، عملية الابتزاز فعلا أخرت كثيرا، وكثير يعني من المسؤولين في هيئات الاستثمار، يعني سواء ما نريد نذكر الحالين لكن من السابقين، كانوا يعني حجر عثر أمام تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة. أكيد هذا الموضوع. وبنفس الوقت كانوا يبتزون المستثمرين باستثناء البعض طبعا. نعم طبعا، حالات موجودة احنا، بس ما نذكر منه بالضبط، بس نأمل احنا نصلي على الحاضر. داكو حالات يا ريت تذكر لناها الى المستقبل استاذ رادو. داكو حالات يا ريت تذكر لناها. والله ما يعني ما هذا موضوع، يعني صارت حالات من كثير من مستثمرين، يعني زملاء واصدقاء، فتعرضوا الى مثلا ما تطق قاع اذا ما تدفع مبلغ وقدره، انهزمت العالم تنهزم يعني. تعرف من يسمعون هيك شيء زين، هذا يقول لك انا بعد ما بديت اني تعرضت لهيك شيء. يعني اكو كثير امور، يعني اليوم مستثمر يريد يحول فلوس الى العراق مثلا، يحول عن طريق التي بي اي، البنك ياخذ منه عموله عاليه تي بي اي مثلا، ما يصير مثلا اكو عمولات، العالم كله تاخذ عمولات بسيطه سواء بالتحويل الداخلي او الى الخارج، وهسه هم دي يزيدون العمولات. انت ليش تهزمه؟ يتعرض الى مثلا الضمان الاجتماعي، يريد مستثمر يقابل موظفين حتى يحافظ عليهم كقطع خاص، يسوي لهم ضمان اجتماعي، من يخلي بالضمان الاجتماعي او الضمان التعادل يرجع له كذا سنه اللي وراء، وياخذ من عنده غرامات وحلمون شنو، ياخذ حصه ينطوه، يقول له اذا جبت وارد اكثر الى الضمان الاجتماعي راح نعطيك حصه، ابو الضريبه كذلك. يعني هذه المواضيع لازم انت تسهل امور القطاع الخاص، اعفي يا اخي من الضرائب، بالاضافه الى ذلك اكو هنالك ازدواجيه في الموافقات،
مشروع صناعي يقول لك تريده على التنمية لو تريده على هيئة الاستثمار، كل واحدة بيها إجراءات معينة وشروط معينة، إيجابيات وأكو بيها سلبيات. تأخذ على التنمية الصناعية تراجع 14 جهة تأخذ وقت كبير جدا، ينطوك تقدير حاجة تقدر تستورد بها مواد أولية تنعفي من القمارك مثلا، أو الاستثمار يعفي لك من الضرائب بس المواد الأولية تخضع. يجب أن يكون شغلات موحدة. اليوم مجلس النواب ده يشتغل على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، هي public private partnership اللي هي على أساس راح تحيي موضوع الاستثمار في كثير معظم الوزارات. زين هي لوجدة سويها أنت قانون، هي بحد ذاتها هي عبارة عن صيغ تعاقدية أقدر أضمها ويا هيئة الاستثمار. بالإضافة لذلك أكو قانون اسمه قانون مجلس العمار، همينا قانون. طبعا كل واحد قانون وكل واحد فيه ضوابط، كل واحد إذا صارت خلافات يعني حتى اليوم إذا صار خلاف فالقضاة والخبراء راح يحيرون. زين هذا على استثمار مجلس استعمار شكل، قانون الشراكة شكل، قانون الاستثمار شكل، قانون التنمية الصناعية شكل. يجب أن توحد القوانين والضوابط والتعليمات كلها تسبب قانون واحد وخليها بالهيئة الوطنية، يصير الهيئة الوطنية للإعمار والاستثمار وتشمل كل شيء، إعادة هيكلة كاملة للهيئة الوطنية للاستثمار. يتم تعيين المدراء والموظفين ضمن وصف وظيفي ضمن معيارية علمية صحيحة لشغل أي منصب من المناصب، ويصير تنسيق متكامل بين الهيئة الوطنية للاستثمار وبين الهيئات الوطنية للمحافظات. اليوم أكو هناك تداخل، أكو عدم منح صلاحيات المحافظات، الأراضي ما تمنح بشكل ميسر، هاي يجب إعادة النظر بها كلها. اليوم دي ناقشون مجلس النواب قانون الشراكة، ناقشون قانون الاستعمار، احنا في رأينا احنا قطاع خاص يجب ان يضربون بريك يوقفون، خلوها ويا قانون الاستثمار كلها يجمع قانون واحد. هي القانون الشراكة دول تسوي قانون، هي صيغ تعاقدية، انواع صيغ التعاقدية تدخل ضمن باب من يسوي له قسم بداخل الهيئة الوطنية للاستثمار، وخلي حتى الاعمار وحتى الهيئة الوطنية تصير مجلس او الهيئة الوطنية للاعمار والاستثمار، الهيئة الوطنية للاستثمار جزء، الاعمار جزء، قسم الشراكة جزء، بس تكون ضمن هيئة معينة حتى ما يصير تداخل بالقوانين، ما يصير تداخل بالصلاحيات، ما يصير تداخل، هاي تخلق مشاكل. والمشاكل احنا شغلتنا كقطاع خاص، انت اليوم كل صباح الخير تنتظرك مشاكل لازم تحلها بأقل كلفة وأسرع وقت. زين انت دا تخلي قوانين وضوابط دا تخلق مشاكل جديدة وتعزز من عمليات الفساد أيضا، وتعزز من عمليات الفساد والبيروقراطية والتأخير والوقت. اليوم العامل الوقت عامل مهم، الوقت فلوس. اليوم اجي اسوي مشروع انا دا اربح من عنده، اذا تاخر ما يفوتني من ارباح انا كمستثمر احس بخساره، اليوم اكو فرصه باكر. تمام استاذ راد، تمام. فهاي كل الامور يجب اعاده النظر بها يعني. ثانيا بعد استاذ راد نتعرف على ثانيا، لكن بعد ان نتابع على الارقام في هذه الدقائق. هذا البرنامج برعايه شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. برنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدنا الكرام، اثنيناتكم قلتوا ثانيا أستاذ رائد وأستاذ محمد، بمن نبدي؟
استاذ رائد استاذ هو رجل مهندس مدني خريج 81 انا مهندس مدني خريج 2003 وبالتالي هو استاذي ما اقدر اتقدم عليه كلكم خير ابو تفضل استاذ رائد استاذ قيس عف شكرا استاذ محمد بالحقيقه اكو نقطه مهمه انت اليوم من عينه شخص مدير هيئه استثمار المفروض هو يشكل فريق مالته انت مو تجي تفرض عليه كتاب امر مجلس وزراء او الامانه يابا عيننا لك فلان معاون فلان زين غير انا اشكل الفريق مالتي انا مسؤول اعطيتني مسؤوليه واني مسؤول اقدم هل قد مشروع ضمن هل قد المده الزمنيه يعني اقدم المنهاج مالتي والخطه مالتي والرؤيه انا انفذها خلال 4 سنوات زين انت تجي تفرض علي ناس كفوئين مكفوئين يعني تعيين محاصصه تعيين بواسطه تعيين مجامله هذا مو صحيح يعني اعطيك مثال انت اليوم تريد تسوي عمليه جراحيه طبيب يسوي عمليه جراحيه عمليه قلب مفتوح هذا يحتاج المخدر طبيب تخدير يحتاج مساعدين يحتاج هذا الفريق مالته اللي هو يقدر يشتغل حتى ينفذ عمليه زرع القلب او عمليه قلب مفتوح بالشكل الصحيح زين يصير هو طبيب يجي يفرض والله هذا اخذ هذا الطبيب خلي هو يساعدك بالهذا زين بلكي هذا بلكي يطلع مضمد مثل ما احتراماتي يعني لاصحاب يعني هذه المهنه ما متاكد هو من كفاءته يعني فلازم اكو معياريه اولا في تعيين كل شخص في هيئات الاستثمار كل المحافظات بالاضافه الى ذلك يعطى الشخص الذي كلف كرئيس هيئه وطن استثمار او هيئه رئيس هيئه استثمار المحافظه ان يشكل الفريق الفني مالته فني الاداري القانوني المحاسبي المدقق الى اخره هيكليه كامله هو يتحاسب اذا صار اي خلل اما اذا تجي تطلب من عنده تعين انت وبعدين تعطي ادوات تنفيذيه اللي هم جوا اللي هم ما يعشق يعني ماكو تنسيق وماكو تناغم ماكو تفاهم تمام بهذا تمام استاذ رائد ينعكس سلبا على الاداء تمام فالمريض ابو القلب المفتوح راح يموت 100% تمام استاذ فهذا الموضوع جدا جدا مهم وموضوع اعاده النظر بقانون واحد وهيئة واحدة حتى المستثمر مع صلاحيات واسعة تمام استاذ محمد النقطة الثانية الخاصة بحضرتك من المشكلات هي قضية يعني قدر تعلق الأمر بهيئة الاستثمار تقليل البيروقراطية اللي ممكن يتعرض لها المستثمر في استحصال الموافقات من الدوائر الأخرى يعني نسعى جاهدين أنا شخصيا يعني مع بعض المستثمرين لما تكون أكو هناك مشاكل أو عوائق نتحرك بشكل شخصي مع مدراء الدوائر الأخرى المعنية لكن هذا الأمر بصراحة يعني هو جهد إضافي إحنا نبذله من أجل تسهيل المهمة أمام المستثمر لكن واقع الحال أحيانا يكون أصعب من ذلك لدى بعض الدوائر كون يعني الموافقات تكون مو من اختصاصهم تكون من اختصاصات الوزارات المرتبطين بها بسبب هذا الأمر تلاقي بعض الفرص الاستثمارية تخلص سنة وسنتين وانت ما مستحصل الموافقات اللي لازمة حتى نجي نبلش بمنح رخصة استثمارية لكن احنا وعدنا والدور اللي علينا انه احنا نبذل كل ما نستطيع من اجل جذب المستثمر وتسهيل الامور امامه طبعا لابد من التعقيب على كلام استاذنا استاذ رائد حول ما تفضل به من ضرورة توحيد هذه المؤسسات اللي معنية بتنمية سوق العمل اللي هي موضوع التنمية الصناعية والاستثمار وتفضل بشرح قانون الشراكة يعني التنمية الصناعية فاتني أن أذكر أنه عقارات الدولة يعني بعض المستثمرين ينقلون لنا تحليلهم معلومة أنه هو ما يريد أبو عقارات الدولة ما يريد يوقع عقد مع الاستثمار لأنه التنمية الصناعية تنطي بدل إيجار أعلى طيب إحنا إذا هي نفس الآلية تؤدي إلى نفس الطريق إحنا ليش عندنا تنمية صناعية وعندنا استثمار خلينا نوحد هذه الأمور بمؤسسة واحدة والمؤسسة تكون واسعة الصلاحيات وممنوحة ثقة من قبل الحكومة والجهة التشريعية في البلد وبالتالي نقدر نقدم خدمة لأنه بقائنا في هذه الدوائر المفرغة لا يمثل أي مصلحة لا للبلد ولا للمواطن ولا للمعنيين أو صانعي القرار القائمين على تنمية الواقع الاقتصادي للبلد تمام غير هم المشكلات يعني ماذا عن التعامل او تفاعل بقية الدوائر مع هيئات الاستثمار او يعني الهيئة الوطنية للاستثمار كيف تتعاطى معكم مع مشاريعكم يعني الهيئة الوطنية للاستثمار بابل يمكن من اكثر الهيئات في المحافظات تواصلا معها بحكم انه هي خلت من مجلس الادارة لمدة تقارب 8 سنوات
يعني العلاقة جيدة، لكن هناك بعض الاعتبارات اللي أعتقد هي أساسا مفروضة على الهيئة الوطنية للاستثمار. يعني يفترض التعامل مع هيئات المحافظات على أنه هي هيئات مستقلة قدر تعلق الأمر بتسهيل الأمر للمستثمر. تمام. مثلا يعني إذا تحدثنا يعني عن سمات الدخول، تحدثنا عن الإعفاءات الجمركية، طبعا الهيئة الوطنية من باب حرصها على أنه هذه الصلاحيات ما يكون بها استغلال باتجاهات أخرى ومنح إعفاءات غير مسببة وغير مبررة. تمام. أو منح سمات غير مسببة وغير صحيح. مبررة، أصبحت كل الأمور تسري من خلالها. تمام. لكن واقع الحال، واقع الحال يفترض أن تكون هذه الهيئات، طبعا هذه مو للهيئات، هذه للمستثمر، احنا دا نحرج أمام كثير من المستثمرين. تمام أستاذ محمد، أنا أعتذر لذيق الوقت، نكمل بقية التفاصيل في حلقات أخرى، لكن دعونا قبل الختام نتابع أبرز رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم غد. هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. في الختام أتقدم بشكر جزيل إلى ضيوف الكرام رئيس هيئة استثمار بابل السيد محمد جاسم زقام والخبير في قطاع الأعمال والاستثمار السيد رائد الرحمن. المشاهد الكرام، وصلنا لكم الختام، نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار، دمتم في أمان الله. الإصابات زادت هواية، لازم نلتزم بالوقاية.